اكتر بالكنترول فليك المانيا نوير اتفضل مدرب خزلك منتخب خزلك ولاعب خزلك فليك المانيا نوير انت قاتل المانيا كلها ما خش بقى عشان بيقول لك دقيقتين خش ثلاثه خد بقى الزملاء ثلاثه خد بقى ده خلص بسرعه ادي ادي اخر بقى اللي يسال قبل الفاصل حوشه انا منتخب اخطاء الدنمارك انا كنت اتوقع منتخب الدنمارك بعد اللي قدمه في اليورو في التصفيات وبتاع ان هو يقدم بطوله احسن من كده بكتير مش تخرجوا من الدور الاول يعني فده اول حد مدرب فليك مش هختلف مع بالركب لان المانيا وفليك نفسه كشخصيته اللي بيقدمه كان منتظر انه يعمل حاجه عظيمه كان منتظر اكتر مش لازم يكسب بطوله بس اعتقد كان المفروض يروح ابعد اكيد من الدور الاول يعني صح لاعب خذلني مين هو صاحب الفكره الجميله هو مين صاحب الفكره الجميله هو صاحب هو كان مين صاحب مش فاكر نوير نوير مع اوليفر بيروف بس مش حاسس ان في لاعب جوه الملعب يعني حاسس ان في لاعب جوه الملعب اكيد عمل حاجه مين لا مش اختار رونالدو بلاش عشان ما تبهليش لا مش اختار رونالدو مش اختار رونالدو مين ممكن يكون اختار لوتارو مارتينيز لوتارو مارتينيز لا قتلت انت بالركب ماشي قتلني معاه ليه كده حود انا بحب استني اكتر منه كده لا لا تعرف انا بحب اسوء لاعب مش متكامل شويه لا مش هو خزني منه خزني منه حاجه كبيره وهو ما ماشي اوكي لو كده ماشي لكن انا مش اسمه منتخب ممكن اختار منتخبين بلجيكا وقطر ماشي لعيبه دي بروين ولوكاكو ممكن ابو ركب يزعل مني بس يعني ما هو غايب طول انا عارف انه جاي من اصابه بس يعني النسخه اللي جايه لنا من تشيلسي مش النسخه ان شاء الله يرجع مدرب يعني. مدرب مارتينيز طبعا مدرب بلجيكا وكمان انا ناس بس اسم مدرب قطر الاثنين خذلوني جدا فليكس سانشيز فليكس سانشيز كنت مستني حد فليكس سانشيز الثامن الثامن في ترتيب الاعلى دخلا وقدم انا طبعا مع انتوا تقولوا بس كنت مستني حد يقول منتخب خذله صربيا يعني انا كنت ممكن بعد الدنمارك ممكن بس الدنمارك اكتر لانها دور اول وكنا بنتكلم في منتخب بوصل سيمي فاينال يورو وبتاع صح